جمعيه الموسيقى الاندلسيه رئيسها السي عز الدين الكتاني، اعضاء المكتب ديالها، الاعضاء ديال الجمعيه كلهم فخورين اننا ننظموا الدوره 18 من مهرجان اندلسيات اللي كيجي من بعد ما نظمنا الدوره 17 افتراضيه لسبب جائحه الكورونا. اليوم ولله الحمد بعد اجتياز المغرب بامتياز هاد الصاعقه، هاد الوباء ديال كورونا اللي مازال كيتواجد، دائما خصنا نبقاو الاحتياط، ولكن تحت الرياده ديال سيدنا الله ينصرو المغرب اجتاز بامتياز هاد المرحله مقارنه مع بلدان اخرى. واليوم الحمد لله كتاح لنا الفرصه انه نرجعوا للساحه ونضموا حضوريا الدوره 18 ديال مهرجان اندلسيات. الجمعيه هاد المهرجان كيمثل بالنسبه لها وبالنسبه للجمهور ديالها حلقه هامه من الاعمال، العدد ديال الاعمال اللي كتقوم بها طيله السنه. فهاد كنضم هذا المهرجان اللي هو مهرجان انفتاح، اللي هو مهرجان تحاور هذه الموسيقى الاله مع الموسيقى المتجانسه مع الموسيقى العالميه، وغنشوفوا اليوم عرض مع الموسيقى الفيلارمونيه. فبالتالي هذه حلقه مما تقوم به الجمعيه اولا كتسهر على دار الاله اللي فيها دروس وفيها اصدار كتب وفيها متحف وفيها حفاظ على مخطوطات وفيها آلات قديمة إلى غير ذلك. كذلك تقوم بتنظيم مهرجان ثاني اللي هو لتشجيع الأجواق الشابة، اللي هو مهرجان النوبة والميزان. كذلك تقوم بتشجيع كل الإصدارات، فمثلا تبنينا إصدار ترجمة جميع أشعار الموسيقى اللي ألفها السيكسوس اللي هو متواجد معنا. كنشجعوا كل أبحاث اللي كتقدم لنا وكنمولوا الاصدارات ديالها، كنعرفوا بهذه الموسيقى مع في المدارس، لان خصنا نعرفوا هذا الموروث الثقافي ديالنا، نعرفوه للاجيال الصاعده وجميع المدارس العموميه والخاصه، ونقوم بمحاضرات وعروض وتلقينها لهذا الشباب. فالهدف من المهرجان هو هذه الحلقه الجميله جدا اللي وصلنا للدوره 18، انه تكون في ابهى حله وتبقى دائما كتجلب الشباب ودائما كيكون فيها الابداع، لان احنا الهدف هو نشجعوا كذلك الابداع، لان كاين من واحد الجانب الحفاظ، من واحد الجانب الابداع، وهذه من الاهداف الاساس ديال جمعيه وطن الموسيقى الاندلسيه بالمغرب. شكرا لك سيدنا كوثر السوس. هذا المهرجان هو في الدوره 18، الحمد لله غادي يكون عن قرب، العام اللي داز كان عن بعد، وحنا فرحانين بزاف لان كنا متعطشين باش نحضروا المهرجان الاندلسيات اللي ما بقاش رضيع، دابا تبارك الله وصل لسن 18 عام. وهذه الدوره بالاخص هي تحدي للعالميه، الجمعيه دائما كانت كتبحث للحفاظ على هذا الموروث، وفي نفس الوقت كتحاول نحاولوا نفتحوا العالم باش يمكننا نواكبوا التطورات ديال الموسيقى بصفه عامه.